السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام أكرم من شركة كريتيف جروب توصل للسبيتر. النهاردة هنتكلم عن جزء ال Input Distort. إيه ال Input Distort ده؟ بيعمل إيه؟ لو جيت تحت من قايمة أوبشن هبدأ ألاقي عندي حاجة اسمها ال Input Distort. ال Input Distort ده تعالوا كده نرسم شيء كده مثلا. هبدأ أنا أخد من الكوبي كنترول دي زي تمام الأشكال بتاعتي. هبدأ أنا أمسك مجموعة الأشكال بتاعتي دي وأجي على الأوبجكت وأبدأ أقول له إنزلت دستور ليه كويك وورد. أنا عندي أكتر من نوع بقدر أعمل بيه إنزلت دستور. تعالوا كده نشوف ليه كويك وورد ده بيعمل إيه. تكريم الويند ده الوارب اوبشن لانها كانت موجودة فيه بنفس الشكل ده بنفس الطريقة دي كنا بنشوفها في افكت ديفاينت افكت الوارب افكت صح؟ طيب هي كده فرقت عن ايه بقى عن الافكت بتاع الوارب؟ طب انا ممكن اختار من هنا وخلاص والدنيا تبقى عندي او اعمل افكت وارب وخلاص. تعالوا نشوف ايه الميزة اللي زايدة هنا في جزء الـ Input/Distort. جيت قلت لهم فلاش اوكي انا عايز يبقى عندي الشكل ده. بصوا ايه اللي حصل هنا. هنا لسه عامل لي ان انا اقدر اعمل ايديت على الباص الجديد ده صح؟ ومقسم لي كده الوارد بتاعي لاكتر من نقطه. ولو جيت مسكت النقطه دي وعدلت فيها باي شكل انا عايزه اعدل فيه تبدا يعني تتعدل معايا. لو جيت مسكت النقطه دي وخليتها تنتهي مثلا هنا هتبدا ان هي تنتهي معايا بشكل ايه عادي. اللي انا عايزه اعمله فيها هبدأ اعمله كده. هنا بيبدا ان انا اتحكم اكتر في الشكل اللي انا عايزه اعمله في الوارد بتاع او الانجلت دستور احسن من موضوع الوارد افكت اني عندي مبقاش متحكمه فيها بالشكل المظبوط ما بتطلعليش شكل مظبوط قوي صح. اقدر بقى ان انا اعمل بيها اي شكل كده. يلا انا نفس اللكت على النقط اللي انا عايزه احركها ابدا احركه مع بعض. افضل ان انا طبعا اظبط الدنيا اكتر لحد ما تظبط. طيب انا عندي نوع تاني من الـ Input Distort ده ان انا اقدر ارسم شيب كده اوكي Alt اسحب Ctrl V تمام. لو جيت مسكت الاجزاء دي جيت قلت له من Object Input Distort Make with Mesh. Make with Mesh بقى بيبدا يقول لي قسمي الشكل بتاعك دوت لأعمدة وسطور وشوفي انت عايزة تتعاملي معاه ازاي. لو زودت الأعمدة والسطور هيبدأ يزيد معايا النقاط بتاعتي. لو دوست اوكي هبدأ امسك الدايركت سيلكشن دول هقدر اتحكم في كل نقطة من النقط دي صح مع بعض. لو جيت عملت سيلكشن لكل الأربع نقط دول قدرت ان انا اتحكم في كل نقطة. قدرت ان انا امسك النقطة ديت او النقطة دي واتحكم فيها في الشكل اللي انا عايزة اعمله. طيب هو ده هيفيدني في ايه؟ طبعا هيفيدني في حاجات كتير في موضوع الرسم بالذات او الالستريشن. لو انا عايزة اعمل حاجة فيها كيرفز بطريقة معينة اقدر ان انا استخدم بسهولة الانجلت ديسكوب. طيب لو انا عايزة عندي كمان نوع من الانجلت ديسكوب ده. لو انا عندي مثلا ثلاث تطبيقات كده هات منهم كوبي اوكي اديت لكل واحد من دول درجة لون مثلا تمام بس كويسين من بعض. تمام
أنا عايزة التلات ألوان دول مع بعض يعني لي شكل مثلث، شكل دايرة، لو جيت رسمت كده مثلث عليه. عايزة أقلل الأضواء بما إن أنا فاهمة إن الأسهم بتاعت الشيء بتاعي ده، فجيت رسمت شيب كده فوقيه وجيت عملت سيلكت عليهم هما الاتنين، وجيت من الأوبجيكت وقلت له انزل الدستور ميك ريستور أوبجيكت. بصوا ايه اللي حصل، بدأ ان هو يدخل لي الأشكال بتاعة الموس كوتلوب بتاعتي جوه الشيب اللي فوقيه صح؟ طيب جيت قلت له كنترول زد شيل ده، ارسمني مثلا زي جيت عملت سيلكت كده كيلو اوبجكت انجل دي ستول ميك دي ستول اوبجكت. اللي حصل بدأ ان هو ياخد لي الدايرة بتاعتي يدخل جواها الشيب بتاعتي اللي انا عاملاها، وتبدأ ان هي تتوزع جوه الشيب او يتعملها دي ستول ستول جوه الشيب بشكل معين صح؟ الموضوع ده لذيذ قوي، بيسهل لي حاجات كتير قوي في الشغل عندي. لما باجي أبدأ إن أنا أرسم حاجة معينة وعايزة أخلي الأشكال عليها أو الألوان اللي عليها دي تبدأ تاخد على طول الكيرفات بتاعت الدايرة دي، وأحس إن هي فعلا دايرة والجزء ده. لما عملنا المثلث دخلنا جواه تلات أشكال من الكتلات دخلت بسرعة جدا. الموضوع ده بيسهلني الدنيا في الشغل بتاعي بالذات أثناء الرسم. طيب احنا عرفنا دلوقتي الفرق ما بين الورد افكت وقايمة الافكت اللي احنا كنا بنعمل الورد منها صح؟ وعرفنا الفرق ما بينها وما بين لما باجي افتح اوبجكت الانجلش دستور، قلنا ان هي بيبقى ليها ثلاث كلمات. طيب لو جيت مسكت الاوبجكت بتاعي ده وجيت من الانجلش دستور وقلت له اعمل لي اكسباند كده، بصوا لما عملنا الاكسباند ايه اللي حصل؟ بعمل كليك قدرت ان انا اتحكم في الشكل ده لوحده والشكل ده لوحده والشكل ده لوحده صح؟ زي اي نوع من انواع زي ما كنا بنعمل الاكسباند والشيبس بتاعتي. لو كنت بعمل لها افكت مثلا معين ببدأ اعمل الاكسباند في الكل ده، هي ترسم لي الاشكال عن بعض. كده النهارده اتكلمنا عن جزء الانتروديوشن، ونكمل إن شاء الله كلامنا في الفيديوهات بتاعتنا.